بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من التحاق بقناتي قناة أم عبد الرحمن. الفيديو خاص لا بروميير اني مويان، الفرض الثاني في مادة الفرنسية، خاص بشهر نوفمبر. طبعا في هذا الشهر قرينا لا سيكونس 2 اللي تتحدث على لاليمونطاسيون ايكيليبري، التغذية متوازنة. الفرض خاص بهذه الوحدة والدروس اللي قريناها فيها. تبع معايا، نقرا النص ونشرحه والأسئلة نشرحوها ومن بعد نتقاسموا الحلول. Pour grandir et rester en bonne santé, notre corps a besoin d'aliments riches en vitamines. حتى نكبر ونصبح في صحة جيدة، الجسم تاعنا بحاجة لأغذية غنية بالفيتامينات. Ces dernières aident à produire de l'énergie dans l'organisme et luttent contre les infections. هذه الأخيرة يعني الفيتامينات تساعد على إنتاج الطاقة في الجسم وتعمل ضد العدوى. Ces vitamines A et E contenues dans plusieurs aliments favorisent la croissance, améliorent la vision, luttent contre le cholestérol et protègent le cœur. الفيتامين A والE موجودين في كثير من الأغذية، يساعدان على النمو، يحسنان من الرؤية، ويعملان ضد الكوليسترول ويحميان القلب. Donc, assurez-vous que votre assiette contient ces vitamines. إذن يجب عليك أن تضمن بأن وجبتك تحتوي على هذه الفيتامينات. La source, Organisation Mondiale de la Santé, المنظمة العالمية للصحة. هذا هو النص، يمكنك تدير له كابتشور ويشرح لك التجوف في الإجابات. سؤال رقم واحد، دون ان تيتر او تكس، اعطيني عنوان النص. De quoi notre corps a-t-il besoin؟ لماذا على ماذا يحتاج جسمنا؟ Quels sont les bienfaits des vitamines A et E contenues dans les aliments؟ ما هي إيجابيات الفيتامينات A و E الموجودة في الأغذية؟ Choisis la bonne réponse. Ces vitamines améliorent. هذه الفيتامينات، ces vitamines avec S، améliorent. هذه الفيتامينات تحسن الانفكسيون العدوى، لا فيزيون الرؤية، ولا لا كرواسونس اللي هو النمو. تروف دون لو تيكست لو سينونيم دو مو سوليني، خرج من النص مرادف الكلمة المسقطة تحتها، سطاتنا تحت لو كور، نوتر كور. كاين كلمة أخرى هنا في النص دايرة كيفها، واش تحي. السؤال الآخر، سولين لو نون اي اون كادر لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني سطر على الاسم وأطر على الصفة. Il faut rester en bonne santé. يجب أن نبقى في صحة جيدة. سطر على الاسم وأطر على الصفة. Numéro 7. Souligne le nom et entoure le complément du nom. سطر على الاسم وحوط على مكمل الاسم. Les vitamines favorisent la croissance de l'enfant. وراه الاسم سطر عليه، وراه le complément du nom حوط عليه. Écris les verbes entre parenthèses bien عريضتين au présent de l'indicatif. الفعل اللي راه بين عريضتين صرف عليه au présent. عندي nous remplir. عندي remplir c'est un verbe de deuxième groupe. نصرفه مع الضمير nous. عندي هنايا nos parents يعني أبوينا. Choisir نصرف ثاني le verbe choisir مع هنايا نلقى الضمير باش نصرف choisir. يليق هنا نشوف الضمير اللي يجي في بلاصة nos parents. Complète عندي un lait chaud. Une soupe, des cafés. عندي هنا الادجكتيف هي شو، ساخن. نحوله للمؤنث على خش اون سوب مؤنثة، ونحوله للجمع على خش دي كافي مجمع، جمع. نحوله للمؤنث وبعد نحوله للجمع. بالنسبة للوضعية الإيماجية عندنا نيكزارتيس أترو. كومبليت افيك لي مو كي كونفيان، التميم بالكلمات المناسبة. سالي مالحة، نوتريتيف مغذية، غو ذوق، شامبينيون فطريات، كولينير طهي، بلا أطباق، لا تروف دو ديزير تلفاس. عندي هذه الوضعية الإدمجية، ثاني بإمكانك أنك دير لها كابتشوك باش تخدميها تي والإم تاعك، عندي مكانش لو تيتخ. أون لابيغسي بور سون ديليسيو، بور سا فالور، إي سو أونتر دون لا كومبوزيسيون دو بليزيوغ لوكو. أغردايا لو تيرفاس إيت أسوسيي أو دات دون أون صوص سكري إي كي أكومبان لو كسكس. عن نحن نعتمد أو نعتقد أو نقدر من أجل
sont délicieux à la vive les qimatihi et كذلك هذا بين يدخل في مكونات الكثير من المحلية غردية ترفس يجتمع مع التمر في صوص سكرية وماء أي سكري أي كي أكمبان الكسكس التي ترافق الكسكس. هذا هو السوجي. وقف الفيديو نهائيا ومن بعد نتقسموا الحلول مع بعض. نتاع درك تشوف الابن تاعك خدموه ومن بعد نديروا الحلول مع بعض. alors la correction, le titre c'est le rôle des vitamines. Notre corps a besoin d'aliments riches en vitamines. الجسم تاعنا بحاجه الى اغذيه غنيه بالفيتامينات. les bienfaits des vitamines A et E contenus dans les aliments favorise la croissance, améliore la vision, lutte contre le cholestérol et protège le cœur. Ces vitamines améliorent la vision. Les vitamines sont aussi une roya. Le synonyme corps est organisme. Le terme d'après le bon est adjectif qualificatif ou le nom est santé. بالنسبة للتمرين الآخر, la croissance c'est le nom de l'enfant, c'est le complément du nom. La conjugaison remplissant avec IWSONS et choisissent avec IWSENT. Nos parents, si le prénom, il avec S. Une soupe chaude et des cafés chauds. Tartina al-Wadriya al-Idmashia. L'unwan la truffe du désert. On l'apprécie pour son goût délicieux et sa valeur nutritive et culinaire. Ce champignon, entre dans la composition de plusieurs plats locaux. Agardaya, le terfès est associé aux dattes dans une sauce sucrée et salée qui accompagne le couscous. Kentaria al-Wadaya al-Idmashia, kwenhadawa al-Farl, tamanitilakum bitoufiq, ou ilalika, fi video akhar, bi ibnillahi ta'ala.